وصال ابراهيم. يم هاي بعد اليوم. صباح الخير. صباح النورات يا مرحبا ابو توفيق. ما شاء الله مربس فرك ودنياك. خلاص انا اطلق من قسم الحنين انت عند القسم كنت خلاص. صباح الخير. صليت وعيتنا الله خير تبارك الرحمن. زاد الوجه منور ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك. الله حبيبي. ها شو رقادك؟ ورقيس ما يبالك كلام مرة. والله ما حسب الدنيا والله. شو النخير؟ لا الحمد لله هذا كلام الصقيع اول ما وصل اثر علي. طلبنا الريوق وحين بيوصل وبنتريى من الله خير وبننزل تحت بنتمشى شوي ونخلع بنسير المطار إذا الله راد. طيارتنا الساعة 4 لكن الأخير إن أنا أربع ولا هنتين؟ أربع له هنتين. لا أربع الطير. أربع الطير زي هنتين بنكون هناك. أيوة. نتمشى مطارهم. لا عنب وحدتين بضبي الإمارات. عنب وبشارات الباحث. السلام عليكم. شو ريوق؟ يا سلام هذا عربيك بريكفاست. شكرا جزيلا. يلا ابراهيم طالب لك انا هوت شوكليت. حتى الهوت شوكليت مالهم غير نمونه. يلا سلمت ابو محمد ونبتي. ترى الريوق هذا لشخص واحد اسمه عربيك بريكفاست. الشخص واجو يسد ثلاث تنفار. ثلاث تنفار لو بياكلون بيسدهم وبيزيد. صلاح. السلام عليكم. انا لا ما شي نوم وايد. شفتني اني نايم؟ مريومة لا تظهرين يا تصور. الله يغرب العدوانك. خلاص ما بمسحها. صلاح انت في دبي؟ ما قلت لي انك ساير دبي. تتكلم انجليزي انت؟ زين زين يلا اليوم بي اليوم انا برجع ان شاء الله اليوم حبيبي. لا المغرب بوصل ان شاء الله حبيبي. انت انتبهت ابو ظبي اليوم. يلا مع السلامة حبيبي. قبل ما أظهر قلت براويكم الشيء هذا. شو ما عليكم تريدون الأول التناكر ليبونها من الجيش يصبون للعسكريين يوم انقطع الماء. زين الزايد الأول هنمون قوة الماء هب قوة البرشاء. ما رمسكم عن قوة البرشاء رمسكم عن كمية الدفع. كمية الدفع والله يبكم خطر على خمرة راسك إنها تنطر. تنكر تحيدون البيب هذاك يبو 5 إنش لي نركبه فوق في فوق فوق السطح سطوح البيت ونخلي الهوز داخل التانكي عسبي التناكر يمزرن التوانكي يوم ينقطع الماء من الحكومة. هالنمون قوة الدفع. أقولكم والله العظيم إني هذا اللي تذكرته وأنا أسبح حين والماء يصب على رأسي وأتذكر ما أدري زادني خط في الحمام. الله يعز بكل ملكة والسامعين أكثر عن نص ساعة تميت أفكر وفكري وين صار. والله أتذكر ترى الأول يوم ينقطع الماء من الحكومة الأول الماء تدرون كمية ويا الأذان من أذان الصبح لين الساعة 10 الساعة 10 بس وقف الماء. اللي عنده ديلمة ير واللي ما عنده يستخلف الله لين بالباكر. كل يوم وقعه منو ما يا ماء منو يا ماء ما هو حالنا نبزر التوانكي وتقطع الماء. الحين اللهم لك الحمد الدنيا ريخة.
شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وكلنا على الله. زين، حد يطري تناكر، حد يطري تناكر ويطري ماء وما ادري شو في هالمكان الملكي. طرى علي ايش اسوي؟ ترى يقول لك ترد هالماي لو قرحت، لو قرحت ترد هالماي. روشنه حطوها في شرف وغرف، ما يازت عن طرارتة. انا بيوز عن طريق المواضي، وانت جاي ابوي فندخ مدخنك. مشكور ابوي، طاب طيبك وعاش حبيبك. يجيونك ابوي يفنيلونك ويصبون لك قهوه يجهونك، وانت جاي ويدخنونك، وانت ظاهر بعد مسوي التشيك اوت بعد يدخنونك ويجهونك. يعلك تسلم. الطيب ابوي في اخلاقكم وفي استقبالكم، يعني الله يحفظكم. سلم على الجماعه كلهم، مشكورين، الله يحفظك. بعد قولي شفت عباله هالنمونه حد يتعبل؟ والله امانه ما شفت. اي والله السعوديه، نعم السعوديه ابوي معدين على كل حد تبارك الرحمن. نحن هذا هالخدمه ما شفناها في عند حد. الشيء الخيب انك انت تشوف خدمه هالنمونه بمدخنهم ودلتهم الرسلان عند الاستقبال وعند عند التوليد، يعني هذا يترك اثر وايد كبير وجميل في نفس المغادر والياي. يوم بتي يوم بتصير. هاكل اللي تو جاي اقول لك جاي ثلاث كنادير. شفت ابراهيم يمكن 20 سفره. انا ابو حال كثر السفر، ثلاث كنادير 20 سفره. ما شاء الله عليه هذا الرجال، ما يندرى بعد هذا المهم. المهم نحن الحين ترى سيائر الفندق كلهم بي امان، ونحن سايرين الله يحفظكم الحين المطار. هذا ظني في يلا 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 يلا. عاش 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 ابو خليل، عاش ابو خليل. هو نفس اللي جايب لنا. ها وير ار يو؟ وي مس يو. ابراهيم تعرف الريان؟ لا لا ليش شال الشناط؟ خيبه يا النقمه. مع السلامه ابوي. شكرا شكرا. شو اللي خلاني؟ شو اللي خلاني اتذكر التناكر الاول يوم تنقطع ينقطع المعنى الاول يوم نحن صغار؟ سبحانك، يعني ما بيبى صغار ولا كبار، ينقطع البيوت كلها الاول يا البيب دع من النتشال ومنطر البيب، ولا الديلمه محروقه، ولا مشوط بعد الاول هبل ديلمه محروقه. الفحمه كل يوم بدلوا فحمات، فحمه هالكبير وسوداء فيها واير صغيروني، قوموا يجيبوا الفحم للديلمة وبدلوا الفحم للديلمة. كل يوم شهر 30 ليلة ما يخطف يوم ما تحترق الديلمة. والبهات الله يغفر لهم يتهندقون. انزين ما فيها ماء بتحترق الديلمة، واللي غير لا غروها ماء، يغرونها ماء حق تيذب الماء اللي من يعني وين نغالط حمارنا. شوفوا شقاي سبحانك، كنا والله على سبحانيتنا وما زلنا اللهم لك الحمد، ما اختلف فينا شيء. لا بعد الله يحفظكم. شوفوا التناكر ثلاث نمونات. تناكر لعامة الشعب موجود هناك في عالية شارع السلام، بيبات تصير علاو ويجين التناكر ويصبوا يبزرونهن وتصير تقيد اسمك. ليه بيصير من الفير؟ ترى حصل ابوي حد وليه دريولية التناكر 70% منهم كلهم صوماليين، مب سودانيين، كلهم صوماليين. نعم واللي بيصير الصبح ترى الحق، والساعة 7:08 هم مخلصين، والعيال اللي عنده مدارس ويبي يسبح عياله اغلبيتهم بيصيروا مليس ابوه. قالت لا حيله ما شيء ما هي. مثل ما قلنا لكم تناكر ثلاث نمونات، نمونه للشعب، والنمونه الثانيه للشرطه، والثالثه للجيش. هاي باثنين العسكريين بعد تنقطع عنهم هذا البيت اللي عنده عسكري ما يجيب من وين نحن نجيب اللي ما عندنا عسكريين. لا نحن بعد حياه اخوي محمد عليه الجنه خلاف بعد صار الجيش، التحق بالجيش في كلية زايد العسكرية، توفى الله يغفر له في حادث، هو ويا اثنين من ربعة، واحد من أهل زعاب وهندي بعد وياهم، الهندي حية، وثلاثة لو اثنين مواطنين كلهم توفوا الله يغفر لهم.
ولا كان بنحصل تانكر مال هل بالجيش. سبحان الله ما لنا نصيب. خليني اتذكر يقولوا ايه فلانية ما ينقطع عنهم الماء تنكر دوما يجي في بيتهم. شو السبب؟ السبب الله يسأل عيالهم عسكريين، فالعيالهم عسكريين بسرعة يحصلون الماء، لأن مكان التناكر مال العسكريين روحه، هذا مكان روحه الموقع، غير عنا نحن يلي ما حد عنده عسكر في بيته ولا جيش ولا داخلية ولا شياطة، يعني لا شرطة ولا جيش، هذا روحهم. نحن بيوت العرب كلها كان هالنمونة، ولا هل بالجيش وهل بالداخلية ها روحهم أبوي، مكان لهم روحه، هذا روحه وهذاك روحه. اللهم لك الحمد، كان وقت جميل وكانت أيام جميلة وحلوة وبسيطة بكل ما تعني الكلمة من معنى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شيء كان وقت ليته يعود، ليته يعود، حتى لو كان على فكرة اللي يقولون الأول فقر وفقر فقر، ما شيء فقر، يكذب اللي يقول كان فقر، ما شفنا هالفقر. يمكن السنين الأولية قبل 200-300 سنة يمكن، لكن في عهدنا نحن، أنا في عهدي روحت تلفزيونات وماء وكهرباء، وصدق الأبيض والأسود لحقت عليه الشب خيبة. عقبها بسنتين شو نحن تحولنا من مدينة زايد البطين توهن طايحات التلفزيونات الملونة، ما يندر عاد قبل كم في الثمانينات أظني. أبو محمد ها ما شاء الله، احنا من طلعنا من الفندق وانت هذربان ريج، ما تتعب؟ لا ما اتعب، انا بس العرب ارقمهن اذنيك حط كلينكس يوم. الله العظيم. الحين جايينهم الله يحفظكم بعد في الرياض مهرجان الجنادريه، مهرجان الجنادريه يقول لك شيء لا صار ولا استوى. انا ما جديته الكذب خيبه، لكن كل مياه وكل من هذا يصيحونه اصياح اليهد يقولون شيء لا صار ولا استوى، يعني من جميع انحاء المملكه، من جميع المناطق، من جميع الأمارات، من كل مكان في الدنيا العودة، من كل قراها، من كل مدنها، أتي فنونهم وحرفهم وسفرهم أكلهم وشربهم، يعني مأكولات يعني على التقاليد مالهم، يعني الأكل ترى كل بقعة من بقعهم في السعودية يختلف أكلهم بعد طريقة الطبخ وطريقة الأكل، أمور ما شاء الله ما تنقص السعودية من كبرها. ليتني اللي بكون موجود، ولا والله يا ابوكم لي عيان لك، هم الله كاتب لي انا الخميس بسير لندن انا وابراهيم توفيق وبنيرس لين تاريخ 5 كذا، وقف المهرجان من 9 أسبوع بيبتدي يوم الخميس هذا 20 يوم كنا يوم بني نحن كذا وقف المهرجان، ولا والله بخت عيني. كل دقيقة أتذكر شيء، يتراوال يوم الخط بين السكيك الأول، يوم نحن صغار خدمة مجانية نسويها، نصير ندق على البيت اللي التانكي فايض، ترى التوانكي تفيض ينسونه، تيلمة تازم شغالة وهي تشفط قصب زور، تازم عتقطر شوي البيت هذا جليل استهلاكه، والديلمة تيدب من الحكومة يتزر التانكي، وما حد عند ابوي يقول لك تانكي من فيه فارغلاس، كل معدن حديد، كل ابوي حديد وحليانات، نعم حديد وحلك، مستغرب من الحديد كيف يعني دور ما دار التانكي ما يحلى، ومن فوق القنبره هاي تحلى ودور ما داره ما يحلى، يحلى بس وين الزوايا وين اللحام. سبحانك يا رب، خدمة إنسانية نأديها. أو بعد بصره يوم ينخبج التانكي فضوه، خلوه لين خلق، قالوا لا تشغلوا الديلم اليوم، ليش؟ تانكيهم مخبوق، نشوا يابوا اللحام، انزين اشتروا تانكي ب200، اللحام ياخذ 100، خذوا تانكي ب200، لا توفير، الحموه نهار ثاني عاد صبوه في ماء. المبروك كله ما يتصور. أنا ياسر ها. طين أنتي هو واحدة؟ أنتي فرق السماء على الأرض. ويا سلام شوف والله شوف. دوما يطيح بي.
يا سلام ان شاء الله بصدق. مهلا السلام عليك. عليكم السلام. ايش حالك؟ لا خلينا من وعمري. لا خلا ولا يعني حولك يسلم. يعل عمرك يطول ولا خلينا منك يا البركه. عيني سلمت ودي ابوك. انت من التراث، انت اسطوره من اساطير البحرين. انت حالك حال بوابه البحرين. يلا نعم مفروض يسوالك تمثال. نعم والله اني صادق. الله يسلم. تسلم. الله يحفظك. تبارك وفي الاعياد المبروكه. عمري الله يبارك فيكم. احنا وياكم وجميع. لازم تعيشين بعد 50 سنة قدام وانت تمشين 16. ما نباك تبنشرين. لا تقولين ما حد قال لك. ان شاء الله. تو الهوا بادع التبنشير. هي والله. هو صور عندي انا ما صورت عنده. زين انا اسمك ما خبرتني انت منو؟ عبد الله. والله والنعم. ابو حميد عبد الله بن من؟ خالد من طرسان وعزيز. والله والنعم. والحين شو جاي تسوي الرياض حبيبي؟ اتعالج. والحين بخير انت؟ الحمد لله. الف لا باس عليك. الله يجزيك. يعني الله يعجبك ويحفظك ان شاء الله. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كلهن، سيرات وليات البحور والبرور، الطباخ والنفاخ، القصص، الخراريف، السيره، اليه، كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولون ما قلنا لكم، كل شيء موجود على اليوتيوب. طالعوني على اليوتيوب، لا تقولون ما قلت لكم. ندخل على اليوتيوب، اكتب خالد الخالدي، دق على قناتي، خلاف هوس على اشتراك، تفعل الجرس. بس الرحلة طيارة تريانة، ونحن حين الله يحفظ في المطار متوكلين على الله. هذا الخرطوم وظاهرين بحفظ الله ورعايته، والله ييسر الأمور. إن شاء الله أمورنا طيبة، دربنا سمح وتساهيل. وشكرا أبوي للمملكة على كل ما شفناه من حفاوة وتقدير وكرم الضيافة وحسن الاستقبال والمعاملة الناس من صغيرهم لين كبيرهم، مرة ما خص حد. شكرا لكل اللي صادفناهم واللي سلمنا عليهم واللي صورنا وياهم واللي راسلناهم وراسلونا وطرشولنا واللي جاوبناهم واللي ما لحقنا نجاوب على رسائلهم. يعني الله يحفظهم يطول بعمارهم. مشكورين على كل ما قمتوا فيه من كل جهد في ترتيب هالمحفل الكبير اللي كان عندكم. شيء يعني عظيم. تستاهل ابوي المملكة كل هالجهود، تستاهل كل هالجهود الجبارة انها تواكب العصر وتواكب التطورات اللي في الكون كله. الحمد لله رب العالمين. انا ما اعرف شو كان، لكن حاليا المملكة في مصاف الدول المتقدمة في كل شيء، في كل شيء تبارك الرحمن. الأسلوب، المعاملة، الطيب، الأخلاق، سرعة الإنجاز، الحفاوة والكرم. يعني شرات الأول وأخير من الأول بمليون مرة. يعني اللي يعني شو بقول لكم، يعجز اللسان عن الشرح. عندهم مهرجان اسمه المهرجان الجنادرية، اللي ما يقول لك ضروري نيجي، واللي يو العام كلهم قالوا يبيون السنة وبيون إن شاء الله الحول والحائلة كل سنة بيون. شيء كان جميل وبيكون أجمل السنة. وكل ما ياله وكل ما ياله يتطور، وكل ما ياله يتحسن، وكل ما ياله تأتي إضافات جميلة وإضافات رهيبة. يستاهل المملكة ويستاهل الشعب السعودي على صبره، إنه في الأخير والحمد لله طول هالسنين هو بخير وسهالة، لكن الحين يعني ينقول لك فالك الناموس الحين تنومسوا. الحين الوضع اللي هم فيه يعني هذا الناموس بحد عينه، هذا كل حذافيره. وإلى المزيد، وإلى المزيد يا سعودية الخير، يا مملكة الطيب، يا دار الرخاء، يا دار الأناس، يا دار الطيب، يا دار الكرم، يا دار اليود. يعلى الله يسعد سخر لكم الأرض ومن عليها رب العالمين، ويحفظ حكومتكم حكومة وشعبه، فردا فندا فردا ذكور وإناث. أقول لكم أتلاقى مع عدة أشخاص وربكم يلي تعبدونه، يا قبل ما يويحني يلي له الصورة شيرك، ترك أثر كبير محبة الشعب السعودي.
لدولتنا وايد كبيرة لدرجة ماجد ويهني وايد تحراهم كلهم متفقين قبل ما يهني صورة حياة شيخ زايد. يا الله شيء شعور يعني حسيت عمري اني كبر الهبل كبر الهبل غادي سبحانك يا رب. اللهم اغفر لزايد وارحمه يا رب العالمين ووفق ان شاء الله حياته لما تحب ترضى يا رب. الرياض من اكبر المدن السعودية وتعد ثالث اكبر مدينة عربية. سبحانك يا رب. تبعد من مكة شرف الله 800 كيلو متر. هل اساس تشوفون دوم هل الرياض يسيرون من الصبح ياخذون نهارهم بطولة ويقيلون ويتعشون يصلون العشاء ويتعشون ويردون بلادهم يوصلون الساعة 1:30 واصلين بيوتهم يرقدون يصبحون على دواماتهم. أحلى ويكند هذا أحلى إجازة نهاية أسبوع عندهم عند كل مسلم. يعني اللي يميز الرياضة الله يحفظكم إنه وقت الوسمي تغدي بقعة خضراء كاملة فلذلك من النوادر منطقة خضراء في قلب الصحراء فشيء غريب فلذلك مش أي ظلال فيها أشجار تستوي ظلالها وارد يعني مسوي ظلة كبيرة ومسطحات خضراء وايد كبيرة فلذلك تعتبر الرياض وبساتين فلذلك هذا كان اسمها ولين اليوم هذا الاسم لكن سميت الرياض لكثرة الرياض والبساتين اللي فيها اللي من الله سبحانه وتعالى مش خدمة أوادم. الرياض هي أكبر مراكز العالم المالية مركز مالي كبير أكبر مركز مالي في العالم مركز الملك عبد الله رحمة الله عليه. 64% من سكان الرياض سعوديين 64% رقم وايد كبير بالنسبة للدول الثانية إن يعني سعوديين 64% هذا رقم مهول. مساحة الرياض روحها 1913 كيلو تقريبا وما يقارب 36 أو 35.81 من العشرة هاي منو الأجانب. الحين بخبركم عاد شو من الأجانب وأكثر أكبر جالي موجودة في شنتي الرياض. أنا أخبركم عن الرياض لبقى اللي من غير يوم بنيها بنرمس عنها إن شاء الله. الجنسية الهندية ماخذة الرقم الكبير من المتبقي من سكان الرياض. سكان الرياض ما 64% تمات 35% تقريبا. الرقم الكبير منهن الهنود. الجنسية الهندية ماخذة رقم كبير من 35. عقبهم يجون الباكستانيين وعقب الباكستانيين يجون الله يحفظكم المصريين قبل الأخيرة أتي اليمن. الجنسية الجالية اليمنية و3% أخواننا السوريين. سبحانك بلاد فيها رقم كبير من الجنسيات المسلمة المتداخلة بعضها مع بعض متعايشة مع الشعب السعودي. الشعب السعودي ترى متخلاني بين العرب حال الإماراتي حال الإمارات. فينا نحن أشياء وايد متقاربة من عادات والتقاليد والمذهب وسلكنا وطبايعنا وفي كل شيء خصنا نحن يا أهالي دولة الإمارات في نسبة كبيرة من كل شيء يدخل في حياتنا في مشاركة بيننا وبينهم وبين هالعمان وبين هالكويت وبين هالبحرين. أروحنا متجانس لولا انا احبك وندراك واسمك معالي كل مخلوق واليوم من الدفتر محيناك يوم اغتويت وصرت مطبوق بالعين ما بنصد جدواك حشا وباب الوصل مطبوق يا ما رعينا العشب هوياك ورشابنا حذيات وطلوق ويا زين قفى عصر دنياك قفى ونيم خر من فوق عن العدو يا ما حميناك بك نلتزم ونسلم حقوق واليوم بيع الرخص بعناك يا سلعة اللي مالها سوق
من التراث ومن عمق التراث من الماضي الجميل. تعالي يا سلام. مع السلامة يا دار الطيبين. إذاعت الله يا الرياض، إذاعت الله يا رياض المحبة، إذاعت الله يا رياض الأخلاق، إذاعت الله يا رياض الكرم، يا رياض الطيب واليود والمحبة. يعلى الله يحفظك من دار، يعودنا عليك وتكونون زايدين ما بناقصين يا رب العالمين. يحفظ إن شاء الله حكومتك، يحفظ كل من وطتري لها الدار الطيبة. سبحانك يا رب. شوف ايش قال الأرض، شوف الحية شو مسوي تحت. اللهم لك الحمد. سبحانك يا رب. ماشي ذا بليسة ماشي الرياض وانت رياض. يا الله يا رب تحفظها من دار حكومة ومشعبة، وتعودنا سالمين غانمين لهالدار يا رب العالمين. يا الله يا رب انك تيسرهم امورهم وتحفظهم، تبعد عنهم الوساوس والفتن ما ظهر منها وما بطن، تحفظ حكامها يا رب العالمين. مطار ابو ظبي جمع الطيبين، يعلى الله يحفظهم. هذا الريال يا ولده، هذا من اي ولايات؟ من سلطه. شوف كيف تدرس؟ بعدين فندش. ما شاء الله عليك، الله ييسر امورك. استاهل سلامتك. الله يسلمك، الله يحفظك ان شاء الله ويخليك. يبلغك ان شاء الله في اول بادي خريج، وعقب ابوي بروفيسور، وعقب دكتور. الله يحفظك. والأول بادي دكتور، أول بادي دكتور أكبر بالصور إن شاء الله. ومعرس عرس سيد أول ما تتخرج. الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلم. بس عليك يا أبوك، بس عليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو محمد، وأنت كذلك حبيبي. ربك انبسطت في هالسفرة؟ وايد استانست. I'm very happy. شو؟ I'm very happy. Very happy قول لي. الحمد لله. الحمد لله. يعني very happy شرات الحمد لله. ها؟ very happy. زين يعني. إيه. العربي الحمد لله. زين. جزاك الله. إيه. رحلة كانت جميلة موفقة، وكل زين وكل فنان وكل قاوي. الحمد لله على سلامتنا لجل عمرنا، والحمد لله على سلامة أبوي اللي في الطيارة كلهم. ردا على الفيديوهات، هذه الفيديوهات الأسئلة التي بخصوص النبات اللي من كم من يوم أنا ظهرت المعلب في قراطيس مثل اللبتن. هذا أبوي أنا بعدني ما يربته، ناس وايدين من ربعي يربوه، ويغير ما بروم أتكلم أنا مني والطريج. هذا أبوي منتج يخص دائرة كبيرة، الفوعة عبارة عن 40 وزارة، شيء كبير. أنا ما بقدر أفيد الجماعة شو علمه وشو خبره لين هم يعطوني جرين لايت. يوم بيقولوا لي أرمس أنا تحدوني أرمس عن الشيء اللي أنا شايفينه بعيني واثق من أنا شفت الجماعة اللي سووا واستعملوا النبات هذا اللي من عند شركة الفوعة. غير ما أعطوني تصريح أني أنا أتكلم، ما أقدر أطريب وين النبات هذا، لأن هم يقولوا لي برايك اطرى. وقت ما يقولوا لي برايك أرمس برمس. غير حين هم خبرت المسؤولين، خبرت الجماعة في الفوعة، وقلت لهم وايد هالأسئلة ليتي، غير حددوا لي حد من المهندسين يجلس وياي ونفيد الناس. أنا لجيت مزارعين عشرات أو مئات، اللي أول أنا ما أخذت من عطوني هديهم كمية من الفوعة النبات هذا. غير ما بقدر أتكلم على مني والطريج، باكر يقولوا لي ليش قلت وليش ما قلت، نحن ما قلنا لك، ما رخصناك ترمس أو شيء، جهات مختصة في الرمسة في منتجنا هذا. هذا منتج مكلف ميزانيات كبيرة، فما أقدر أنا أتكلم فيه لا في بالسلبي ولا بالإيجابي لين يجيني الأمر منهم.